أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تمرد الانتقالي في محافظة أرخبيل سقطرى. حمل محافظ محافظة سقطرى رمزي محروس قائد قوات التحالف مسؤولية ما يجري من مظاهر تمرد في الأرخبيل، وقال محروس إنه أعطى التحالف مهلة لإنهاء التمرد المسلح في الجزيرة، وكانت عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا قد نصبت خياما أمام مقر محافظة سقطرى للمطالبة بإقالة المحافظ رمزي محروس. ويأتي هذا التصعيد بعد قرار اتخذه المحافظ رمزي محروس بمنع دخول الأجانب إلى الجزيرة دون تأشيرة دخول من الجهات الرسمية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب التصعيد الإماراتي في سقطرى وتمرد الانتقالي، موقف الحكومة الشرعية والتحالف مما يحدث في سقطرى. نتابع التقرير التالي ثم نبدأ النقاش. لا يبدو أن الإمارات عازمة على الخروج من اليمن، فما إن تتناقل قنواتها الإعلامية أخبار قرب انتهاء مغادرة جنودها البلاد إلا ويكتشف سريعاً زيف هذه الإدعاءات. في سقطرى هذه المرة تصعيد إماراتي عبر أدواتها المتمثلة بالمجلس الانتقالي، عمدت إلى محاصرة مقر السلطة المحلية بالمحافظة مطالبة بإقالة المحافظ رمزي محروس. تأتي التحركات الإماراتية ضد محروس بعد أيام من منع مطار سقطرى عدداً من الأجانب القادمين على متن طائرة إماراتية يعملون ضمن طواقم مؤسسة خليفة الإماراتية من الدخول إلى المحافظة دون فيزة رسمية. هذا المنع جاء تنفيذاً لتوجيهات سابقة أصدرها المحافظ محروس بمنع دخول الأجانب إلى الجزيرة دون إجراءات قانونية، وهو الأمر الذي لم يلتزم به الإماراتيون ولا العمالة التابعة لهم. المحافظ محروس من جانبه حمل قائد قوات التحالف مسؤولية ما يجري من تمرد في المحافظة من قبل عناصر الانتقال، مؤكداً إعطاء التحالف مهلة لإنهاء التمرد. المكتب التنفيذي بمحافظة سقطرى ندد بالتحركات الإماراتية الساعية لإقالة المحافظ محروس، رافضاً استغلال بعض الجهات العاملة في سقطرى العمل الإنساني لخرق النظام والقانون. إلى ذلك اعتبرت مصادر حكومية ما تقوم به الإمارات في سقطرى بمثابة انقلاب على اتفاق الرياض المزمع توقيعه خلال الأيام القادمة، ومؤشر واضح على نواياها المبطنة تجاه الشرعية. إذا نبدأ النقاش مع ضيفي من عدن الصحفي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب، مساء الخير. مساء الخير أفنان عليك وعلى المشاهدين. شكرا لك. حراك جديد واعتصامات ومطالبات بإقالة المحافظ في سقطرى، برأيك ما الدوافع الحقيقية خلف هذا الحراك الذي نفذه المجلس الانتقالي المطالب بإقالة محافظ محافظة سقطرى؟ واضح أننا أمام استمرار للتمرد والانقلاب والعبث، وهو المشروع الذي جاءت به الإمارات وصنعت هذه القفازات القذرة التي مثلما عبثت بعدن وعبثت بشبوة، وهي تكرر اليوم العبث في سقطرى. للعلم سقطرى هي المحافظة اليمنية الأكثر التي شهدت هذه المحاولات وهذا العبث وهذه الفوضى التي تمارسها الإمارات، وفي كل مرة تخرج سقطرى منتصرة في حين تنهزم هذه الأدوات التي رضيت على نفسها أن تعمل كسلاح أو كبندق أجير لصالح أجندة الإمارات ومطامعها. اليوم الصورة واضحة، هذه الأدوات المجلس الانتقالي يخرج في بهذا الاعتصام قطع الشوارع ونصب الخيام ومغلبهم مسلحون لأجل إجراءات قانونية اتخذتها السلطة الرسمية في سقطرى بمنع دخول الأجانب إلا بموجب القانون والفيزا، وهؤلاء لا يريدون نظاما ولا قانونا، هم عبارة عن ميليشيات عبارة عن يد تبطش ولا عقل لها. ما يقومون به اليوم في سقطرى كذلك يؤكد نوايا وسلوك هذه الميليشيات وهذا الذراع
الذي صنعته الإمارات أنه لن يحترم اتفاقات ولا سلام ولا تعهدات. اليوم اتفاق الرياض يعني أمام المحك، وعلى المملكة العربية السعودية أن تبين أو أن توضح موقفها، إما اتفاق يحترم القوانين والسلطات المحلية والحكومة الشرعية، أو الفوضى التي جاءت بها الإمارات عبر هذه القفازات القذرة التي لن تحترم أي اتفاقات مهما وقعت ومهما جرى استيعابها في إطار الدولة وفي إطار النظام والقانون، لأن هذه الجماعات لا تعرف نظاما ولا قانونا، عبارة عن ميليشيات تحمل بندقية، وهي عبارة عن جماعة مؤجرة تتحرك وفق الأموال والأجندات التي تصنعها اليد التي صنعتها وهي دولة الإمارات العربية المتحدة. محافظ سقطرى أيضا حمل التحالف مسؤولية ما يجري في سقطرى، برأيك ماذا يعمل التحالف الآن؟ ما هو موقفه؟ المحافظ الشجاع رمزي محروس خاض جولات كثيرة ضد الإمارات وخرج منتصرا. اليوم يؤكد خلال اتصال قبل ساعات برئيس الحكومة معين عبد الملك أن السلطة المحلية لن تتوانى في مواجهة هذا العبث وهذا التخريب الذي يقوده المسلحون التابعون للمجلس الانتقالي، ولكنه بالمقابل حمل مسؤول التحالف في الأرخبيل ويعني الذي يدير هذا العبث عبر هؤلاء المسلحين وتحت لافتة مؤسسة خليفة التي تدعي أنها تقيم وتعمل في إطار أعمال إنسانية بينما تمارس العبث والتخريب. وقد رأينا الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الإمارات في أكثر من محافظة أنها عبارة عن قفازات، يعني وجه قبيح لأدواتها ولمطامعها ولمشاريعها، حتى أنها أخيرا سحبت هذه الأدوات وسحبت حتى القطع التي قدمتها سواء للكهرباء أو عبر الهلال الأحمر الإماراتي. إذن اليوم الموقف الرسمي للحكومة الشرعية في سقطرى عبر السلطة المحلية موقف قوي، وهناك التحام بين السلطة المحلية والسلطة العسكرية وتحديدا اللواء أول مشاة بحري الذي ينتشر في حديبو، وكذلك السلطات الأمنية. اليوم تحاول الإمارات فقط في الوقت الضائع أن يعني تخرب وأن تحاول أن تعبث، ولكن أبناء سقطرى اجتماعيا ورسميا وشعبيا يرفضون هذا العبث، وسبق أن وقفوا يدا واحدة في مواجهة هذه المشاريع. الكرة كما ذكرت اليوم هي في ملعب المملكة العربية السعودية، إما أن تختار 30 مليونا هم يمثلون الشعب اليمني، أو هذه الأدوات وهذه المشاريع التي تهدد المنطقة وتجر المحافظات اليمنية إلى الصراع وإلى العبث، ومعها ستكون المنطقة والمملكة العربية السعودية في خطر، ولن يستفيد من ذلك إلا الانقلابيون الحوثيون في صنعاء الذين يستغلون هذا الفراغ وهذه الفجوات وهذه الفوضى ليمطروا المملكة العربية السعودية بمزيد من الصواريخ والمزيد من الطائرات المسيرة. سيد عبد الرقيب، أتمنى أن تبقى معي. أضم إلينا من سقطرى صوت سقطري أيضا الناشط السياسي عيسى مسلم. سيد عيسى مساء الخير. مساء النور. سيد عيسى، ربما استمعت معي إلى عبد الرقيب الهذياني تحدث ووصف ما حدث من حراك في سقطرى بالتمرد والانقلاب والعبث. برأيك ما هي أسباب التصعيد الإماراتي كما وصفها أيضا ضيفي السابق في سقطرى؟ أمسي عليك بالخير وعلى ضيوفك والمشاهدين الكرام. ما يحدث في سقطرى هي مسألة ليست حديثة، ولكنها قديمة مستمرة من مدى 2018، وبالتالي يعني ما تفعله الحقيقة وللأسف الشديد دولة الإمارات العربية المتحدة عبر أذرعها المنزوبين في جزيرة سقطرى المتمثل بالعقيد خلفان المزروعي وأدواته المحليين فيما يسمى المجلس الانتقالي
ذراعه العسكري الحزام الأمني اليوم أنهم أرادوا اقتحام مبنى المحافظة بمسلحين وأرادوا أن يدخلوا إلى مبنى المحافظة ونصبوا خياما يعني أمام بوابة المحافظة. وبالتالي ما يتم فعله اليوم في فترة هو نتيجة ثأرية للأخ المحافظ جراء السياسيين التي يحاول فيها فرض النظام وتطبيق القانون في جزيرة سقطرى كما حصل قبل 10 أيام. أصدر سبق ونصدر المحافظ قرارا بمنع دخول الأجانب إلى سقطرى إلا بفيزا وبالالتزام بالقوانين اليمنية النافذة. يعني ما حصل قبل 3 أيام عندما أرادت الإمارات الدخول أو العقيد خلفان المزروعي إدخاله المرتزقة الثمانية إلى داخل سقطرى ورفضهم التختيم أو التوقيع للمنزل اليمني البري وهو المطار، يعني هذا كله أزعج الإماراتيين. وبالتالي ما يحصل اليوم يريدون خلق فوضى عارمة وتعزيم للوضع والدخول الصراع بين السقاطرة أنفسهم، ويحصل هو للأسف يعني محاولة يعني جر الصراع وجر الفوضى إلى هذا الأرخبيل المسالم الذي لم يعرف لغة السلاح ولا يعرف إلا لغة السلم ولغة الأمن. أما الموقف الذي ينبغي أن تلتفت إليه الأنظار هو الموقف قيادة القوات السعودية المتواجدة على أرض الأرخبيل، مع أن القائد السعودي بالأمس تجاه هذه الفوضى التي يجمعها الانتقالي وتجمعها الأدوات الدولة الإماراتية في سقطرى، وظل موقفهم للأسف موقف كان متفرج، لكننا ما زلنا نأمل أن يقوموا بدورهم وأن لا تجعلهم الإمارات في هذا الضيق الحرج وتفضحهم أمام الشارع السقطري بأنهم يعني واقفين إلى صف العمالة واقفين إلى صف الدولة واقفين إلى صف المرتزقة واقفين إلى صف الفوضى. نأمل كثيرا من الإخوة السعوديين أن يقفوا إلى جانب السلطة وجانب قيادة المحافظة والمتمثلة بالأخ المحافظ رمزي محروس، وكما أكدته اليوم دولة رئيس الوزراء وكما أكده اليوم دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك عبر اتصاله في الأخ المحافظ أن الدولة والمحافظة والحكومة ستقف جنبا إلى جنب مع المحافظ وستقف جنبا إلى جنب مع تطبيق القوانين النافذة في جزيرة سقطرى اليمنية. لكن ما زال موقف الشرعية لم يأتي بعد مثل موقف التحالف، موقف الشرعية وإذا جاء سيكون متأخرا كالعادة. هل تعتقد بأن الحكومة تنتظر ضوءا أخضرا من السعودية حتى تقوم بأي موقف؟ نحن نأمل أن لا يكون يعني أن لا تترك السعودية الإمارات أن تعبث أن تفجر وأن تلغي اتفاق الرياض جدة كما حصل في يعني اتفاق سلم الشراكة. يعني ما يفعله اليوم الإخوة المندوبين الإماراتيين على أرض اليمن هو نسخة مكررة لما يفعله الحوثي في 2014 و2015، يتملص من الاتفاقات، يدخل من الاتفاق الأول ويتموضع في مكان آخر. الحديث عن خروج الإمارات من عدن اليوم هو تفجيرها الوضع في سقطرى، وغدا سيتم تفجيرها الوضع في شبوة وفي تعز وفي مكان آخر. هذا يجعل السعودية أمام محك وأمام اختبار حقيقي، إما أن تكون مع اليمنيين أو تكون مع الإنقلابيين أو تكون مع العملاء. نعم، أرجو أن تبقى معي أيضا. أعود إلى ضيفي من عدن الصحفي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب، ربما استمعت معي أيضا إلى ضيفي من سقطرى السيد عيسى، لكن هناك حديث عن توقيع اتفاق الرياض المنتظر والمتوقع خلال الساعات القادمة أو خلال الأيام القادمة. ما دلالة توقيت هذا التحرك الإماراتي في سقطرى وكيف ستتعامل معه الشرعية؟
طبعا أثنان واضح ويعني الآن أن الإمارات وأدواتها كالمجلس الانتقالي والحزام الأمني وهذه القفازات القذرة الموجودة اليوم التي تعبث في المدن اليمنية يعني ممتعضة أو غير راضية أصلا بهذا الاتفاق والجنود التي يعني جرى التوافق عليها وننتظر ساعات أو أيام للتوقيع على اتفاق الرياض. التحرك الذي نراه اليوم في سقطرة هو مؤشر على موقف ويعني نية الإمارات وأدواتها لا تستطيع أن تتحرك في عدن لأن القوات السعودية انتشرت وتواجدت وفي أكثر من مكان وغيرت حتى بعض التموضعات الأمنية في المدينة. اليوم هي تصنع هذه البالونة بالونة الاختبار في سقطرة وهي ليست المرة الأولى كما ذكرت. سبق وأن خاضت سقطرة جولات من الصراع أمام أدوات الإمارات وانتصرت سقطرة وخرج هؤلاء خرجوا مهزومين واليوم نثق بسقطرة التي أعادت لنا الأمل منذ 2018 و19 أنها اليوم قادرة على الصمود. الحكومة الشرعية اليوم موقفها واضح وهي ممثلة بالمحافظ رمزي محروس ويعني أقرت وصرحت أنها لن تتوانى في حماية ممتلكات الدولة ومؤسسات الحكومة الشرعية ورفض هذا التمرد وهذا التصعيد الذي تقوم به أدوات الإمارات. اتفاق جدة يتحدث عن توقيف التصعيد الإعلامي وإذا بينا اليوم نرى تصعيدا مسلحا يقوم به المجلس الانتقالي ومن سقطرة لكن نعتقد أن هذه جزء من رفسات السيف المذبوح الذي يتم اليوم إزاحته وطيه من عدن كما من شبوة كما من أبين وسقطرة كذلك. اليوم يحاولون في الوقت الضايع أن يصنعوا هذه التمردات وهذا العبث ولكنها لن تمر. الشعب اليمني اليوم أكثر وعيا ورفضا لهذه المشاريع. سقطت هذا المشروع وسقطت هذه المطامع. أبناء الجنوب أنفسهم هم من دفنوا هذا المشروع في شبوة وفي أبين وفي عدن وفي سقطرة ولا يمكن أن يبقى أو أن يحيا. اليمنيون اليوم يدخلون منعطفا جديدا إن تم تطبيق اتفاق الرياض بحذافيره لن يكون هناك موضع قدم للإمارات ولا لمشروع المجلس الانتقالي هذا المشروع الميت الذي لفظه أبناء الجنوب اليمنيين. نعم سيد عيسى مسلم إلى أي مدى برأيك يمكن أن تنجح الإمارات في مخططاتها بسقطرة؟ أنا أحب أن أطمئن المشاهدين والمستمعين أن سقطرة ستفشل رهان كل خاطر. سقطرة مثلما وقفت وستقف دوما إلى صف الشرعية إلى صف الدولة ستفشل هذه الرهانات الخاطرة وهذه يعني نسميها ماشيه المشاكل التي تحاول أن تحدث هنا وهناك لا لسبيل التنمية ولكن لسبيل الارتزاق ولسبيل الفوضى وتشتيت النسيج المجتمعي. مثلما وقفت في قطرة في 2018 مع الدولة يبدو أننا فقدنا الاتصال لكن على كل حال أشكرك الناشط السياسي عيسى مسلم كنت معي من سقطرة. ينضم إلينا أيضا من عدن المحلل السياسي صلاح السقلدي. سيد صلاح مساء الخير. مساء النور عليكم وعلى السادة المشاهدين جميعا. شكرا لك سيد صلاح. تحركاتكم في سقطرة وصفها السيد عبد الرقيب الهذياني بالمشروع الإماراتي الميت الذي يرفضه الجنوبي. لماذا هذا التحرك ضد المحافظ والسلطة الشرعية في المحافظة؟ أعتقد أن
في البداية جدير بي أن أنا أذكر الأخوة الذي يتحدثون قبلي والذين يتحدثون اليوم عن أن هناك وجود إماراتي عن هناك احتلال إماراتي في سقطرى بينهم إلى قبل أسابيع ولا قبل أيام كانوا يحتفلوا بأن سقطرى أصبحت في يد الشرعية وأن الإمارات تم قربها إلى ورميها إلى خلف الشمس اليوم يكرروا نفس الشماعة ويعلقوا على نفس الحصان التي كانت من قبل والحقيقة ما يدري في سقطرى نعرف أن لا علاقة له لا بالإمارات ولا بالاحتلال ولا بالواجب فالإصلاح الذي هو الأساس هو أن يمثل يتكلم باسم الشرعية وينتحل اسم الشرعية لأغراض حزبية نعرفها جيدا هو يعرف من الذي سمح الجيش العالم كلها الجيش الاقليم بان تنتهك السياده اليمنيه، وبالتالي فليس من حقه ان يتحدث عن السياده على الاطلاق واخر من يتحدث عن السياده ان جيش لا ان يتحدث، فما حصل في الامارات هو ان هناك تحرك شعبي وتحديدا فيما يتعلق بالخدمات والاغاثيه، فهناك منظمات اغاثيه الاصلاح يحاول ان يستحوذ عليها كما استحوذ على كثير من المنظمات التي تعمل بهذا الاتجاه وحاول والعدنا فشل موظف كل هذه الدول والاعلام ولا يعرف ما جرى وما يجري في سقطرى بهذا الاتجاه بان هناك استهداف وان هناك احتلال اماراتي وان هناك الذي يتحدث بان الامارات قد خرجت وان المشروع الاماراتي قد انتهى فكيف لو في نفس الوقت نتحدث على ان وجود امارات تعمل بهذا الشكل وتحدث بهذا العبث حسب ما يزعم اما الذي يقول بان المشروع هذا ميت فقد سمعنا من قبل ذلك بان الانتقالي هو خلق ميت المجلس الانتقالي يؤمنون اليوم من خطواته ويتوجعون من قيادات والانتصارات السياسيه التي حققها خلال عامين مضت. اما الجنوب والجنوبي وكل ثوراتهم فهم منذ عام 1994 لم يجلبوا احد من انصرهم مع انهم يمتلكون قضيه وطن وليس قضيه استعاده السلطه كما قالت الشرعيه هذا باستعانه كثير من الدول وبالتالي تطريق هذه هي احتلال وهذا احتلال هل سيعتبر حزب الاصلاح الجيل السعودي اليوم في عدم تنفيذ الاحتلال؟ نعم سيعتبره ولكن متى؟ عندما تتصادم مصالح الحزب بمصالح السعوديه سنرى مثل هذه النغمه وربما نرى صدام مسلح فقد كانت الشرعيه والاصلاح تحديدا كانوا جميعا سمع العسل عندما لم توصل المصالح تتصادم المصالح بالصوره التي شاهدناها مؤخرا فكانت الامارات هي الملاك الرحيم وبعد ذلك تحولت الى شيطان رجيم عندما الاصلاح لم يستطع ان يحقق اغراضها بواسطه النافذه الاماراتيه واعتبرها بالتالي بانها قوات احتلال مع انه يغض الطرف عن كثير من المناطق بان هناك لم يتحدث الاصلاح على الاطلاق عن الوجود السعودي لانه يعرف جيدا بان السعودي في حاجه له في هذا الوقت وتسمع معه ويستطيع ان يبتدنا اكثر مما يستطيع ان يبتد الامارات وبالتالي النظره بنص هذه الامور هي اسلوب مفضوح واسلوب لا يمكن قبوله على الاطلاق خصوصا عندما يتم استهداف القضيه الجنوبيه واستهداف نعم سيد صلاح لو عدنا للتركيز نعم فالحركة الجنوبية لم تستعين بالإمارات ولم يعتمد على الإمارات من عام 15 فهو لا قضية قبل هذا التاريخ لا قضية من عام 94 وبالتالي لا الإمارات الصلاحية ولا الإمارة تتبلى ولا الإمارة حتى تخلت عليه تستطيع أن تلقي قضيته فالقضية الجنوبية من عام 94 موجودة لم تختلق حرب 2015 ولم يكون الوجود الاماراتي بينه واوجب قضيه الجنوبيه عن ما حدث اليوم بالذات وانت قلت ان ما حدث هو دعوه للاصلاح ضد الذين يتخفون باسم الشرعيه. سيد صلاح اتفاق الرياض الذي يتوقع توقيعه خلال الساعات القادمه سيضم المجلس الانتقالي الى الحكومه الشرعيه وبموافقه المجلس ايضا، بالتالي ما يقوم به عناصر المجلس في سقطرى ربما يعد تمردا على الاتفاق الذي يرعاه التحالف ايضا، كيف تنظر انت لذلك؟
لا اعرف كيف يفسر البعض بان هذا تم غير على اتفاق الطرف الاخر الشرعيه ترفض هذا الاتفاق اساسا. فكيف يكون المجلس الانتقالي الذي يدعو الى توقيع هذا الاتفاق ويدعو الى تنفيذ ما ورد في الاتفاق بل متمرد عليه، فيما الطرف الاخر الذي يصوب هذا الاتفاق بانه استهداف انه يستهدف نحر اليمين ويستهدف نحر اليمين ويستهدف للشرعيه وما الى ذلك يتكلم على ان هناك من يتمرد على الاتفاق. هذا تناقض صارخ لا يمكن قبوله. على كل حال الاتفاق هو سيكون المعاف من يلبس يقف معه ويلبس يقف ضده، فالمؤشرات الان تبدو واضحه بان الطرف الشرعي هو الذي يتمنى عن هذا الاتفاق، وبالتالي والطرف الاخر هو الذي متحمس للتوقيع. فكيف نفهم بان الذي عرق الاتفاق هو الطرف المستفيد منه؟ وكيف نفهم بان الذي يؤيد الاتفاق هو الذي عارضه في ذات الوقت؟ نعم سيد سيد عبد الرقيب الهذياني، برأيك ما مدى تأثير هذه التحركات الإماراتية في سقطرة على اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالية؟ ألا يعد انقلابا على بنود الاتفاق؟ وهذا ما يعترض عليه ضيف الآخر سيد صلاح. كما ذكرت أثنان، نحن اليوم أمام مؤشر أن المجلس الانتقالي لا يمكن أن يجنح لأي اتفاقات ولن يحترم أي تعهدات. المجلس الانتقالي لا يملك قراره، المجلس الانتقالي عبارة عن ميليشيا والميليشيا عبارة عن يد تبطش ولا عقل لها. اليوم عندما نرى هذه التحركات في سقطرة، يعني أنا أدعو المشاهدين أن يقرأوا اللافتات، هل هناك مطلب حقوقي يتوجه إلى المحافظ رمزي محروس؟ هل هناك شكوى من الخدمات؟ عندما نقرأ قرأنا جميع اللافتات تتحدث عن الإمارات وتعلن تأييدها للإمارات بمعنى أنهم قفازات قذرة صنعتها دولة الإمارات التي اليوم بموجب اتفاق الرياض ستخرج من المشهد، ويبقى هؤلاء مجرد بيادق تحركهم الإمارات ومالها. اليوم مؤسسة خليفة قامت بتوزيع الأطعمة والغداء والفلوس على المعتصمين في الخيام التي نصبت في الشارع، بمعنى أن هذا الاعتصام وهذا التحرك يعني كما يعني موجود سلاح لدى الموجودين، بمعنى أن هذا التحرك غير بريء وغير وطني ولا ينطلق من مصالح او مطالب حقوقيه، بل هو عباره عن اجنده تريدها الامارات في مواجهه الحكومه الشرعيه. اليوم على المملكه العربيه السعوديه ان تخاطب هذا المجلس الانتقالي، اما ان تحترم الاتفاقات، الاتفاق يقول انك ستكون جزء من هذه الحكومه الشرعيه، المجلس الانتقالي سيوقع على ان يكون مجرد موظف يتبع الحكومه الشرعيه، لا جنوب ولا انفصال ولا فقد ارتباط، هذه شعارات تبخرت والجنوبيون انفسهم، الجنوبيون دفنوا هذا المشروع في شبوه وفي ابيض وفي عدن واليوم في سقطرى، بالتالي هذه الشعارات الجوفاء قد ملها الجنوبيون، ونحن في عدن كما في الضالع كما في شبوه كما في سقطرى. اليوم قد يعني اتضحت وانكشفت هذه الشعارات، وان هؤلاء عباره عن مرتزقه وبندق فقط يتخذون من القضيه الجنوبيه شعار، بينما كل ممارساتهم مضره بالجنوب وبالجنوبيين. اشكرك جزيل الشكر الصحفي عبد الرقيب الهدياني، كنت معي من عدن. سيد صلاح ربما استمعت معي ايضا الى سيد عبد الرقيب، قال لا اللافتات لا تحمل لا مطالبات للخدمات ولا سواها، كلها تتحدث عن الامارات، كما ان الداعم الاصلي للاعتصام ومن حتى يطعم المعتصمين في الخيام هي الامارات. ما شان الامارات بهذا الامر الداخلي؟ في البدايه دعني اعلق على الاخ الهدياني، من كثير من هذه الاصوات التي تستفز الشعب في الجنوب تستفز الى ابعد مدى. فاتذكر انه عندما كان ضبعان يقصف الضالع ويذبح ابناء الضالع، كان الهدياني في موقعه يقول بان هناك ميليشيات للحراك الجنوبي، كان يسميها الحراك المسلح، في نفس الوقت الذي كان ابناء الضالع يذبحوا، وفي عدن وفي زنجبار وفي حتى كان هناك في ايام علي عبد الله صالح يبطش بالشعب في الجنوب، وكان نفس النغمه التي يطلقها باختصار لو سمحت الهديان وخلفيات حزبيه يطلق هذا اليوم بنفس النغمه الوقحه
ولذات الغرض من الاسف الشديد. اما فيما يتعلق بالاتفاق فالى الان لم يتبلور بشكل ما هو موجود، عباره عن ملامح ووقع بالحرف الاولى. فالذي يعتبر على هذا الاتفاق هم الذي يبيتون النيه لافشاله، اما الذي يدعو ويطالب وباقي هناك منذ شهرين من اجل يوقع فهو الطرف الذي يبدا حسن النيه، وبالتالي الطرف الاخر هو من يبيت سوء النيه لهذا الاتفاق. ومثل ما تم الانتقاد على كثير من الاتفاقيات في عام 2014. سيد صلاح انا مضطره لمقاطعتك لضيق الوقت. وفيما بعد الانفصال. نعم، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي صلاح السقلدي، كنت معي من عدن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا ننهي حلقتنا، شكرا لحسن متابعتكم، هذه تحياتي لكم كما هي لكم من محد الحلقة عبد الرقيب الأبارة، شكرا لكم، إلى اللقاء.